برحب بيك بداية وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسة، أهلا وسهلا. برونو ريس، خليني في البداية أعرف رأيك في القرعة وإزاي بتشوف وقوع منتخب كاب فيردي مع منتخب مصر وغانا وموزمبيق. Okay. Your opinion. حسنا، شكرا لكم. هي مجموعة صعبة بالفعل، ولكن لا أعتقد أننا كنا محظوظين أو غير محظوظين، وإنما هذا هو الحال. ستواجه منتخبات قوية وغير ذلك. بالطبع يوجد منتخبات أقوى من غيرها، ولكن هذه هي كرة القدم الإفريقية، هي متوازنة نوعا ما. كل المباريات ستكون صعبة لمصر، وستكون صعبة لغانا، وستكون صعبة لنا ولموزمبيق كذلك. يعني بيقال دايما انه بالذات يمكن واحدة من اهم ادوار محللي الاداء اللي طبعا في متابعة المنتخبات المنافسة، انه بعد الاعلان عن القرعة والفرقة اللي انت هتواجهها بيبتدي مع المدير الفني يحط السيناريو الافضل، خريطة الطريق زي ما بيقولوا، ازاي ممكن يحصل على تذكرة تأهل للادوار الاقصائية بعد كده. ايه السيناريو الامثل، وهل في هدف عند منتخب راس الاخضر بالفعل للتاهل وتجاوز دور المجموعات؟ حسنا، نحن نعم نريد ان نؤمن اننا لدينا الفرص. فاخر مره كان لدينا الفرص، وهذه المره ايضا لدينا الفرص. بالنسبة للسؤال، الجزء الأول من السؤال، فدور المحلل هو وقد بدأناه بالفعل. بدأنا ننظر إلى إمكانيات أو مدى إمكانية اجتياز المباريات الصعبة. جمعنا الأرقام، ولكن لأكون صادقا يوجد بعض المباريات مهمة جدا لنا، لأن الآن لدينا فرص أكبر للتأهل حتى لكأس العالم. فبالتالي في هذه اللحظة أعتقد أن المباريات القادمة كلها ستكون مهمة. بالطبع تابعنا كل مباريات الودية الفترة الماضية في أسبوع الفيفا، وبعد هذا الأسبوع أعتقد أننا يجب علينا أن نستعد، يجب علينا أن نشاهد المباريات. المحلل يشاهد المباريات دائما ويرى أين يستطيع أن يركز على نقاط الضعف. من ثلاث ماتشات هتلعبها أو هيلعبها منتخب برأس الأخضر، هل بتشوف أن في مباراة ممكن تكون مفتاح العبور للدور اللي بعده؟ حسن، من الصعب أن نقول ذلك. بالطبع أول مباراة ستكون في هذه المنافسة ستكون هي الأقرب، ستكون متوازنة نوعا ما، مباراة متكافئة. أعتقد أن هذا يعتمد على أول مباراة. إذا انتهت بالتعادل بالطبع نريد أن نفوز، ولكن إذا نظرنا إلى التعادل في أول مباراة ضد غانا، ستكون هذا هو المفتاح للتأهل، وبعد ذلك موزمبيق، وبعد ذلك مصر. أعتقد أن من الصعب أن نتنبأ بذلك أي مباراة ستكون مباراة حاسمة، لأن يوجد الكثير من التغيرات التي ستحصل في الأسبوع في الجولة. فأعتقد أن مصر لديها فرص لتغيير المجموعة، فآخر مباراة مع مصر ربما يكون هذا من حسن حظنا أو من سوء حظنا، لا أعلم. ولكن طب لو طلبت منك ترتب لي الثلاث مواجهات بداية من الأصعب، يعني أصعب مواجهة من بالنسبة لكم، مواجهة مصر ولا غانا ولا موزمبيق، والمواجهة اللي بتليها في الصعوبة، ثم المواجهة الأسهل من وجهة نظرك. إن من الممكن أن أقول أن مباراة موزمبيق ستكون الأصعب لنا، لأن إذا نظرت إلى نتائجنا مع ستجد منتخب الرأس الأخضر خدعانا كثيرا أمام موزمبيق،
يجب علينا أن نعمل كثيرا على سد هذا الخلل. كما الحال حينما خسرنا أمام إسواتيني وجزر القمر، فبالتالي نحن نلعب أفضل أمام الفريق الأفضل منا. لذلك من رأيي ربما يكون مختلفا، ولكن مباراة موزمبيق ستكون صعبة. الأسهل لا أعرف، لا أستطيع أن أقول ذلك، ربما تكون غانا، لأن الدوافع ستكون عالية جدا. الجميع يريد أن يلعب وقتها، الجميع يريد أن يهدف، فبالتالي أول مباراة ستكون مليئة بالطموح، مليئة بالأهداف، فهذا هو تفكيري الخاص بي. طبعا يعني دي آخر إجابة كنت أنا أتوقعها. واضح أنه مستر برونو رايس بيضللنا يا مصطفى، يعني أكبر عملية ميس ليدنج حصلت، يعني أصعب مباراة موزمبيق من وجهة نظره. طب خلينا نسأله مصطفى، إيه مين المنتخبين اللي ترشحهم للتأهل عن المجموعة دي من مصر وغانا وموزمبيق والكاب فيردي أو الرأس الأخضر؟ أعتقد أن مصر ستتأهل بالطبع، فريق عظيم، فريق يمتاز بالثبات على في السنوات الماضية. من الصعب أن تفوز على مصر في هذه البطولة، ونحن أيضا سنكون الفريق الثاني، ربما أي من الفريقين الآخرين، ولكن كما قلت المجموعة متوازنة. في مجموعتنا ربما نتأهل كأحسن توالد، ولكن أعتقد أن بحساب النقاط ستكون مصر وغانا هما المرشحتان، ولكن كما قلت إذا لم تبذل قصارى جهدك فبالتالي لن تستحق فرصة التأهل. طيب أنت كمحلل أداء لمنتخب كاب فيردي بتراهن على ايه في النسخه اللي جايه من الكان؟ يعني هل في جيل جديد من اللاعبين هيقدموا منتخب الراس الاخضر بشكل مختلف؟ هل المنتخب بيضم لاعبين محترفين؟ هل المدير الفني من وجهه نظرك قدر يحط بصمه او يساهم في تطوير الاداء؟ ايه الشكل اللي هيظهر عليه منتخب الراس الاخضر في البطوله؟ نعم، في آخر مباراتين استدعينا لاعبين لأول مرة. كان لدينا 4 أو 5 لاعبين دوليين جدد، وبالتالي هناك المزيد من اللاعبين الدوليين الذين سيلحقون بنا. حظينا بثلاث خسائر مؤخرا، ولكن هؤلاء اللاعبين يجب عليهم أن يتأقلموا مع الفريق أكثر، ويتأقلموا مع زملائهم ومع الأجواء الدولية. فهذه لحظات صعبة للجميع، ولكن أعتقد أننا سنتحسن، أننا سنكون بشكل أقوى، سنكون من أفضل. لدينا لاعبين في أفضل الفرق في البرتغال وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن لدينا لاعبين على المستوى الفردي بشكل كبير. لدينا خلال 3 أو 4 سنوات الماضية كان لدينا كثير من المحترفين، فإذا استعددنا جيدا فمنتخب كاب فيردي وتشكيلة كاب فيردي ستكون جاهزة لهذه المنافسة. أعتقد أن هذه التشكيلة ستكون الأقوى، ولكن بناء الفريق هو الأهم، التركيبة الخاصة بالفريق ستكون أهم للظهور بشكل جيد. طيب بما أنه طبيعي ومنطقي جدا أنك تكون يعني منحاز لمنتخب كاب فيردي، وده طبيعي وأنا فاهم ده، وبما أن أنا برضو طبيعي أبقى منحاز لمنتخب مصر وبشوفه المنتخب الأفضل والأقوى في مش بس في المجموعة، يمكن واحد من المنتخبات القوية على مستوى البطولة كلها. خلينا نتكلم شوية على غانا وموزمبيق من خلال متابعتك ليهم، توقعاتك لمستويات الأداء، تقييمك لشكل ومستوى المنتخبين غانا وموزمبيق. غانا فريق يلعب بشكل هجومي بطبيعة الحال، يحرز الكثير من الأهداف، ولكن أيضا يجب أن ننظر أنه يستقبل الأهداف. هم يقدمون أفضل اللاعبين في خلال البطولة، لاعبون يمتازون بالحركية الدائمة، وخصوصا في المباريات الدولية والبطولات الكبيرة. ربما سيكون لديهم بعض المشاكل إذا لم يكن لديهم الثبات على المستوى خلال البطولة.
ولكن موزمبيق هو منتخب يتطور، يأخذ خطواته الأولى في تطوير الفريق، وكما الحال مثل الرأس الأخضر فالفريق يتطور ويستخدم اللاعبين الجدد. لديهم كاتانو من سبورتينغ لشبونة في الفريق الأول سبورتينغ لشبونة، هو لاعب رائع. فبالتالي وأيضا مصر بجانب غانا وموزمبيق لا يجب أن نتناساها. طيب خليني ابعد معاك شويه عن المجموعه مستر ريس، واخد رايك في البطوله ككل بعيدا عن مين هيتاهل من مجموعتنا. بشكل عام رايتك او تحليلك الموضوعي طبعا لبطوله بحجم الكان، مين اقوى اربع منتخبات ممكن ترشحهم للمنافسه على لقب البطوله؟ اوكي اون ذا بيبر On the paper, Senegal. يجب أن تكون على ما أظن أنها ستكون الأفضل، أفضل تشكيل، ولكن يوجد علامة استفهام كبيرة خصوص السنغال، أنهم لم يغيروا اللاعبين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مثل ساديو ماني، مادي كوليبالي. الكثير من اللاعبين مستواهم قد قل، ولكن إذا كانوا جاهزين بالطبع السنغال ستكون المرشحة الأولى. ساحل العاج لديهم فريق قوي جدا في العديد من المراكز، وأيضا أحب نيجيريا. خلال أسابيع قليلة خسرنا أمامهم بخمسة أهداف لهدف. لديهم الكثير من اللاعبين الرائعين المحترفين في أوروبا. أعتقد خلال سنوات قليلة سيكون منتخبنا كذلك لديه اللاعبين في هذه المستوى، وأعتقد أيضا مصر ومصر والمغرب إذا تحلى بالثبات على المستوى، أعتقد وإذا لم يقل المستوى خلال البطولة ستكون مصر والمغرب مرشحتان للفوز بالبطولة. أعتقد أن هذه الخمسة منتخبات هم المرشحون للبطولة. برونو ريس محلل أداء منتخب الرأس الأخضر وكاب فيردي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التمنيات طبعا بالتوفيق للمنتخب في بطولة أفريقيا. ده كان لقائنا مع واحد من المسؤولين عن منتخب الرأس الأخضر اللي هيكون معانا في مجموعتنا إن شاء الله في أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.